تنضم إلينا جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني. أهلا بك جيرمين، بعد التحية. مناقشة توطين الصناعة وموازنة الدولة، ملفان الكثير فيها من التفاصيل والطرح. ما حجم الإنجاز الذي تم بهما من عرض المشكلات والوصول إلى حلول واقعية لهما؟ بعد التحية، بالفعل نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة والمتابعة المستمرة لفعاليات جلسات الحوار الوطنية. اليوم هو مخصص للمحور الاقتصادي بلجانه المختلفة. تم عقد اليوم الجلسة الأولى، كانت للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بإصلاح الإدارة المالية، بما يشمل شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. في هذه الجلسة تم تناول عدد كبير من الاقتراحات من قبل المشاركين من مختلف الجهات والفئات، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتم الحديث عن عدد من المقترحات التي تتعلق باستخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة والإصلاح الضريبية عبر الاتجاه نحو الضريبة التصاعدية والضريبة المباشرة، مع تسهيل الإجراءات وأيضا رفع وإلغاء الإعفاءات. تم الحديث ايضا عن تعزيز مفهوم شموليه الموازنه، ويعني ما هو هذا التعريف، وما هو موازنه او شموليه الموازنه، وكيف يمكن تعزيز شموليه الموازنه. ايضا تم الحديث عن اصلاح الانفاق العام وخفض الانفاق غير الضروري والمظهري بما يستطيع ان يحقق ويقلل من عجز الموازنه. ايضا تم الحديث عن الحفاظ على الاستثمارات الدافعه للنمو، مما يؤدي الى ارتفاع العائد على رأس المال. عدد أيضا من المشاركين تحدثوا عن أهمية توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة والغير مستغلة، والتي يمكن من خلال استغلالها بشكل صحيح أن تؤدي إلى زيادة الواردات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تقليل عجز الموازنة وزيادة الإيرادات من مختلف الجهات والمشروعات. أيضا بالتوازي، في نفس التوقيت عقدت لجنة السياسات الصناعية جلسة استثنائية، وهي جلسة استثنائية لأنها تجمع بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص، وذلك من أجل الحديث عن تعميق وتوطين الصناعة وأيضا تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كان هذا الحديث يأتي في إطار عدد من الاقتراحات، كيف يمكن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيضا كيف يمكن يعني تقليل أو تذليل العقبات أمام هذه المشروعات. البعض تحدث عن ما يتعلق بالإعفاء الجمركي، أيضا شكل الضريبة، الجهات التي تتعامل معها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أيضا كان الحديث عن أهمية تعميق وتوطين الصناعة، وهو المفهوم الذي تتبناه الدولة وصولا لرأس الدولة، ووجدنا ذلك في مختلف المؤتمرات الاقتصادية. نعم، الحديث عن أهمية توطين الصناعة، وذلك يأتي من خلال مراجعة وتوفير المواد الخام المحلية لترشيد الواردات وتعظيم قيمة الصناعة المحلية. إذن هي جلسات مستمرة للوصول لتوصيات نهائية تستطيع أن تساهم في حل عدد كبير من الموضوعات اليوم فيما يتعلق بالاقتصاد، وفي الأيام القادمة ما يتعلق بالقضايا المجتمعية والسياسية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، أشكرك جزيل الشكر.